والله برشا خالي نقبل مثلا وانا صغيره نذكر حب يحرق توا مثلا انيس هو اخويا وتوا قبل ما ندخل للاستوديو كان يبعث لي في دي فويس والله والله العظيم قلبي وجعني بالحق قلبي وجعني خاطر نحط روحي شويه في بلاصه امه ولا في بلاصه العائلات ال 18 عبدي في الباتو هذايا راهو باتو ما فماش ريحته لا الباتو للعبيد اللي في وسط الباتو توا ما انت فهم عبيد مشيت حتى لإيطاليا باش تلوج قبيلة آخر حاجة بعث لي قال لي راهو أبارامون من البحر هزوهم هذوك لي زورغانيزاسيون لي زو ان جي اللي يخدموا معناتها سان فرونتيير هزوهم من ليبيا وهما توا في حبس في ليبيا ومن حبس هزوهم الحبس وراهو فهم عبيد طالبين فدية معناتها احنا صغارنا وفما راهو صغار معناتها في الباتو هذا فما عائلة فيها عندها زو صغار والأم والبو بخلاف الصغار هذوما ورياضة اللي عمره 18 ولا 19 سنة وصغار أخرين معناتها قصر قاعدين يتجروا بيهم معناتها اليوم يا تدفع هو قال لي تقريبا طالبين 8 ملايين على العبد معناتها هو يقولوا على الراس معناتها احنا هكا تقول عليه ليش معناتها 8 ملايين على كل واحد ما كانش ما يرجعش وما كانش نجم يتباع أعضاء معناتها راهو سي تري 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 غراف سامحوني خاطر ما معناتها كان سمعك الفويس أمامة اللي بعثولي ولا تتفرج في الفيديو اللي مهبطها الصباح انيس اذا خالو معناتها فما بالك امه تقوم كل يوم الصباح تمشي للبحر يشدوها يرجعوها تقول لهم توا باش نمشي نعوم ونرجع ولدي معناتها تسمع لي ولدك في حبس من الحبوسات ينجم يرجع ينجم ما يرجعش ما سمعتش صوته ما تعرفش بالحق معناتها اسكو هو حي لطف يا ربي ما نحبش نقول الفرضيه الاخرى اما متعذب مش معناتها ومش كان هو معناتها حتى اللي صاير في جرجيس معناتها تونس قاعده تتعذب فتره انا نسميها مش كارثيه فتره كحله سوداء بالحق احنا باش نذكروها من بعد وباش نحكيوها لصغارنا وان شاء الله يا ربي ما تطويلش وان شاء الله كل حي يروح وكها امين يا ربي ربي يلطف بالناس الكل وربي يصبر العائلات وبالحق كنا قلوبنا مع جرجيس مش ساهل اللي قاعدين يتعداو به واللي قاعدين يعيشوا فيه بدلوا الجو شويه بدلوا خلينا في مود ديما البوزيتيف فايبس نمشيو للكويز استاذ راح تفضل لو كويز الجمعه اللي فاتت هشام النقاتي جاب حدانا وقال باش يلتحق بالبرنامج الصحفي وين الصحفي؟ اش معناتها برنامج صحفي معناتها؟ باش يحضر معاكم باش يولي فما كرونيكور يحكي على السياسه خاطر خوله غير مؤهله انها تحكي سياسه، نجله غير مؤهله انها تحكي سياسه وهشام نقاتي كيف كيف وعمل هادي عاد. عمل هادي كما توانسه الكل كلنا زعما نفهموا في السياسه وفي الكوره وفي الدنيا كلها. صحيح هذا باش يلتحق بكم صحفي؟ لا بوغ لو مومون مازلنا الحقيقه مازلنا احنا عندنا فريق صحفي ديجا متكامل باهي برشا اللي يخدم في الريداكسيون. و كرونيكور اخر مازلنا ما نعرفوش احنا جيبه ولا هشام نقاتي هو في باله بها وانت في بالكش بها يا هش والله عندك تسريبات من مين تجيب فيهم يا هشام فماش هنا هذا حسب علمي ما نعرفش بوتيتر بوتيتر هو اسمع حاجه غادي من عند الاداره ولا حاجه اما حسب علمي انا توا بوغ لو مومون ني تخوا كرونيكور مع علولو العلاقه مع لي كرونيكور كيفاش؟ ياسر محليها ساعة هش نبعثك بوسة كبيرة ياسر نحبه ياسر ياسر تريز انرجيتيك وهكا بوزيتيف فايبس وكل هو دايوغ اخزر انا توا ملبكين كنت قلت لي هشام ديريكت وليت نتبسم خاطر والله تحية لبندير مين قال هبط ستاتيو قال ماذا بيا نعيش في في, في مخ هشام النقاتي ياسر 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 انسان يعطيك طاقة ايجابية الجمعة اللي فاتت جا معنا احمد ونجلة انا وياه باش نموتوا بالضحك ونجلة نبعث لها بوسة كبيرة 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 انا لاحظت اللي قاعدين تكلاشيو في بعضكم انا ونجلة في الكويز تنغروا ولا شنيا لا لا انا كصغار انا ديما ننغر ما انا ديما ليه ليه انتم غلطين واحنا اكثر واحنا درا شنو فهم ديما انا ديما نعمل عليهم بالعاني هي ليه اما نحبها برشا نجله وفرحانه برشا بالليكيب معناتها اللي احنا مع بعضنا توا خاطر فما الشيمي مزيانه فما انرجي باهيه معناتها باهي فما تصريح ولا خلينا نقولوا اختيك الهبط يقول انه فما بعض المشاهير اليوم قاعدين يتعرضوا للسحر ما نعرفش كان شفتك الاخبار المشعوذ اللي شدوه في حوزته برشا تصاور منهم مشاهير واعلاميين من بينهم مريم الدباغ وخوله سليماني ساعه صحيح هذا خوله؟ صحيح الاختيك معناتها ولا صحيح الاخبار ولا الاخبار كله الاخبار والتصوير صحيح 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 هو دايوغ عملوا الديسانت معناتها عليه وكل صحيح ودايغ اول مره باش نقول هنا محل انا ما نمنش ياسر راهو بالسحر حتى كان قبل لقيت وحكيت قدام معناتها قدام باب داري وكل
ديما نمن فما قوة أكبر معناتها. أما وصلتني التسريبات. كيفاش تسريبات؟ وصلتني تسريبات على تصويرة شكون اللي هز تصويرتي معناتها، شكون اللي حب يعمل لي السحر؟ عبد معروف معناها ولا عبد من أصحابك؟ من الدومين نتاعنا، عبد من الدومين نتاعنا وعبد معروف. عالمية؟ عبدة بلوتو معروف. مرأة معناها. نسينا مرأة هاي. منحبش ندخل في الديتاي ومنحبش نقول فنيه ودومين، المهم هي إنسانة معروفة. شو الشيء يكذبوا عليك خاوتي؟ لا لا بالتصويرة وكل شيء، يعني التصويرة كيفاش هي غادي وكل شيء، معناتها تبارك الله عليه هذايا عنده تصاور نتاع اللي يسحرهم واللي يحبوا يسحروا معناتها كل. دونك ما لقيت منقول، ما حبيتش حتى نهبط لاختيك. ما كلمتهاش؟ ما حاولتش تستفسر؟ ليه من استفسر؟ تتأكد على شنو باش تستفسر من عبد يحب يسحرك؟ إيش نقول لك؟ كسوسوا الاخبار صحيح ولا غلط، بختون عندي التصويره والحجه معناتها. اما ما يهمنيش كلكو باغ نقولها ربي يسامحك، خاطر انا متاكده اللي هي تسمعنا ولا تتفرج فينا ولا باز تشوفهم بعد في لي ريزو سوسيو معناتها الانترفيو، قولها كان ربي يسامحك وان شاء الله ربي يهديك وسختو صفي قلبك معناتها سحر يوم بعد ما انا الحمد لله محسنه ضمنه. ما انا اصلا ما نمنش به السحر، هذه الحاجه الاولى. موجود في القران، هو موجود في القران، ما نمنش لاي واحد ينجم يسحر، معناتها نحس اللي هذيك شعوذه وكذب باش ينحيوا فلوس الناس. وزيد انا ما نخرج الصباح من باب داري الا ما نقرا ايه الكرسي والمعوذتين كل يوم الصباح وقبل ما نحط راسي على المخده، معناتها قديش باش تعمل وقديش راني محسنه، ما فماش حاجه اقوى من ربي سبحانه معناتها باش يحسن ولا اقوى من كلام ربي. ربي يحفظنا الناس الكل. بيان سور حاجه خايبه برشا راهو انك تضر عبد، حاجه ماهيش حرام، خلينا نقول حرام انك تدمر عبد على خاطر تو جوست انت ما تحبوش والا في النار ديريكت والا تكرهه. نعرفك اللي انت أصحاب أنت ونوفل الورتيني ديما تكون موجودة وظيفة في برنامجه. تحية كبيرة لي نسلم عليه. نجم تكون ضيفة من ضيوف نوفل الورتيني؟ والله جا نقول لك، هو نوفل نحييه تحية كبيرة على الأخر ونقول له بون شانس في الإميسيون بتاعك، واصل وإن شاء الله بون كوراج في السيزون الجديدة هو والإيكيب الكل. كلمني نوفل قبل ما نمشي مع سكر البرنامج. كنت أنت وأنا في الـ أي كنت أنا كرونيكوز. معناتها كلمني وأنا في النيغوسياسيون. في النيغوسياسيون زعما لقيتيش بالعربي مواليد ما لازمنيش نحكي في التفاوض صح في المفاوضات. دونك كلمني قلت له راهو مازلت راني عطيت كلمه لعلي ومازلنا ما كملناش تفهمنا. قال لي بيان سور راهو الحقيقه معناتها، قال لي علي صاحبي على الاخر وبالعكس معناتها نشجعك وكل شيء. يعني انت كنت في اما كان ما وصلتش ما نعرفش مش مع مريم ما نعرفش، اما اون توكا كنت انا كرونيكوز معاهم، انت من اول العباد اللي كلمهم فهمت. دونك اعتذرت منه كل وكضيفه تحضر. كلموني زاد على ضيفه من الحلقه الاولى اما ما نجمتش خاطرني سافرت انا الويكاند هذاك. وتوا والله ما نعرف انا افيك ان كرون بليزير نوفل ديما كيكلمني دايوغ ذكر وقت صارت لي مشكله كبيره نتاع الحوار وكل الوحيد اللي مشيت له وتكلمت فيه بعد فتره السكوت الطويله هو نوفل، فمعناتها نمشي له برشا مرات وكل اما ما نعرفش وبلوس فما يظهر لي شويه خلافات من كارتاج بلوس والتاسع دونك جو سيبا لازم تختار اداره قناه كارتاج. سينو انا افيك ان كرون بليزير. انا نتمنى لك التوفيق خاوله، نعرف اللي انت قاعده تحضر في انتاجات جديده، فما فيلم قاعد تحضر فيه مع احمد لاندلسي. لا هذاك فيلم احضر ومازال عندنا كلك سيكونس احمد لاندلسي اسمه القديس. وفما فيلم باغ كونتخ احضر اللي هو اول فيلم نكون فيه برودكتريس وممثله زاده سان كور ميتراج اسمه العوامه. العوامه سان فيلم سان كور ميتراج باش يشارك ان شاء الله بالتوفيق في فيستيفال بانوراما فيفري وباش يشارك في دي فيستيفال اخرين البرا. البروديكتور الرياليزاتور وصاحب الفكره هو مراد القلاعي نوجه له التحيه، والبروديكتور هو عز تعيدي انا كو برودكسيون معاه لينيا برود ونور برود. وبربي حاجه اخرى هو سان اوماج للي عندهم للزايمر. مي حاجة بركة نحب نقول فما ايفينمون لو 23 اكتوبر باهي برشا منظمته شركة سافران ومع جيم واي وفيدراسيون ناسيونال سبور بور توس. لو 23 اكتوبر سا ماراثون في 7 كيلومتر و 14 كيلومتر، كل مشارك بشارك فيه باش تزرع فيه شجرة في جبل بوقرني. شكرا لك حومتي جبل بوقرني، نسلم عليهم برشا. شكرا لك خولة سليماني، شكرا لك الفريق. احنا مكملين معاكم، سامحونا تجاوزنا وقت الاخبار، راجعين معاكم على شكر بسباسة.